بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق هو تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. نقرأ هذا الكتاب وإن لم يكن موجودا في وقتنا الحاضر، فالدولة وفقها الله اعتقت جميع الأرقة، وذلك قبل سنوات طويلة، وقالت من يدعي شخصا فعليه أن يثبت ذلك ويأخذ الثمن، وإلا فإن الناس أحرار. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم ودراية بمثل هذا الموضوع وإن لم يكن موجود. فالعتق يكون للرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرقيق لا يرث ولا يورث، وما ترك فهو لسيده، ولو أن السيد أعتقه واتخذ مالا ولم يكن له ورثة، فإن المال أي مال هذا الذي أعتق يكون لسيده، ويسمى بالولاء، وهو سبب من أسباب الإرث. فلو قلنا ما هي أسباب الإرث، نقول هي ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. إذا تم العقد الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فإنه يحصل به التوارث. فلو أن إنسانا من المشرق التقى بآخر من المغرب، وعقد أحدهما على الآخر ابنته أو أخته، ثم مات أحدهما يعني الزوج أو الزوجة، يرثه الآخر، وعلى المرأة أن تعتد إذا كان الزوج هو الذي مات، ويكون لها نصيب من الميراث. فنقول النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، يعني عندنا عقد غير صحيح فهذا لا يدخل في هذا الباب. ما هو غير الصحيح؟ هو عقد فاسد، وآخر عقد باطل. ما هو الفاسد؟ ما اختل شرطه. ما هو الباطل؟ ما اختل ركنه. ما هي الأركان؟ أقول الأركان ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، هذه أركان. وأما الشروط فهي أربعة: الرضا والولي والتعيين والإشهاد عليه. فعندنا أربعة شروط وثلاثة أركان، إذا اجتمعت نقول نكاح صحيح، وإذا اختلت الأركان قلنا باطل، وإذا اختلت الشروط قلنا فاسد. فنقول نكاح وولاء. ما هو الولاء؟ الولاء عرفه العلماء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق
على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق. وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. قلنا قبل يعني فترة في عندما أردنا أن نقسم بعض المسائل قلنا هلكت فاطمة عن أخت شقيقة ومعتق. أخت شقيقة ومعتق، قلنا الأخت الشقيقة لها النصف والباقي للمعتق لأنه عصبه. هو المعتق هو الذي تكرم أو هو الذي قام بالعتق، فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق. وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن عندنا العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالنساء لا يرثن إلا إذا كنا عصبة بالنفس بالنسبة للولاء، أما عصبة بالغير وعصبة مع الغير فلا. ومثال ذلك لو أن عند محمد رقيق وأعتقه واتخذ هذا الرقيق مالا ثم مات محمد وترك ابن وبنت فهم يرثون، فالابن يرث البنت وأخته لا ترث لأنها عصبة بالغير، وكذلك إذا كنا عصبة مع الغير. وقلنا أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب. ما هو النسب؟ هو القرابة وهم الأصول والفروع، يعني قرابة الميت، فهؤلاء هم القرابة الذين يرثونه. وقلنا أيها الأحباب بأن من أفضل الأعمال وأجلها هو العتق، لأنك تخلص الرقبة من الرق إلى الحرية. هذا وقت ما كان الرقيق موجود، ولا الآن الحمد لله ما عندنا، كل الناس أحرار. فمن أفضل الأعمال وأجلها، لذلك نجد اهتمام الإسلام بالعتق، فجعل مثلا كفارة القتل خطأ أولا عتق رقبة، وجعل مثلا كفارة الوقاع في رمضان في نهار رمضان الأول عتق رقبة، وجعل كفارة اليمين عتق رقبة وما يليها بعد ذلك، وجعل كفارة الظهار وكفارة الإيلاء وما أشبه ذلك، كله الكفارات في عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، وفي بعضها إطعام 60 مسكين. أما ما يتعلق بقتل الخطأ فلا إطعام فيه، وإنما هو عتق أو صيام. وقلنا بأن من أفضل الأعمال وأجلها العتق، ومدح الله ذلك بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من أفضل فك رقبة يعني تخلصها من الرق إلى الحرية. وقلنا هنا هناك عبارات صريحة، إذا قال السيد لعبدي أنت حر أنت حر، وهناك كناية إذا قال إلحق بأهلك، فهو إذا نوى العتق وإلا فإنها من الكنايات. فعندنا عبارات في الطلاق مثلا صريحة، إذا قال أنت طالق أو تطلقين، أو مثلا أنت يعني مثلا تركت نكاحك أو كذا، عبارات صريحة. وعبارات كناية إذا قال أنت خلية أنت برية أنت الحرج الحقي بأهلك لست لي بزوج إلى آخره. فعندنا عبارات صريحة وعبارات كناية، فالصريحة لا تحتاج إلى شيء، والكناية لا بد لها من النية. وآخر ما ذكرناه موضوع الوقف، قلنا الوقف له عبارات صريحة وعبارات كناية، فالصريحة لا تحتاج إلى شيء، والكناية تحتاج إلى النية. والصريحة كأن يقول وقفت وحبست وسبلت، هذه ثلاثة صريحة. والكناية أن يقول حرمت وتصدقت وأبت، واحدة منها مع اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فنقول العتق فيه له عبارات صريحة وكنايات، فإذا جاء بالصريحة فلا تحتاج إلى شيء، وإذا جاء بالكناية
فلا بد أن تقترن بالنية. مر بنا أيها الأحباب إذا كان عنده جارية وكانت حاملا ليست منه، وأما إذا كانت حاملا منه فإنها تعتبر أم ولد. ما هي أم الولد؟ هي الجارية يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإذا ولدت حيا أو ميتا فإنها تنتقل من كونها رقيقة إلى كونها أم ولد. وأحكام أم الولد لا ترث، وإنما تعتق بمجرد موت سيدها من كل ماله، يعني سواء كان عنده شيء غيرها ولا لا، ما نقول هل هي من الثلث أو أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، بمجرد موته فإنها تعتق من كل ماله. درسنا اليوم عن إذا مثلا قال إن فعلت كذا فأنت حر، إن دخلت الدار، إن ذهبت إلى السوق، إن اشتريت كذا، إن فعلت كذا، فمتى تحصل الحرية ومتى يبقى رقيقا، وهو موضوعنا، لأننا قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا، قال كتاب الرق، الكتاب هو الذي يجمع كتاب الرق، العتق هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والعتق هو تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. يكون نقول هذا عتق فلان وهذا أعتقه فلان وهذا فلان تفضل عليه بالعتق، وقلنا في إعرابها كتاب العتق، إما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب العتق، أو نقول مبتدأ خبره محذوف كتاب العتق هذا، أو نقول مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب العتق. وهذا جائز شيخ تركي، جائز في اللغة العربية كما يقول ابن مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فهو جائز في اللغة. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعليق العتق بالصفة. علق العتق، ربطه، مثل لو قال الإنسان مثلا كثيرا الطلاق أيضا، لو علقه بالصفة قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن كلمت فلان بالهاتف أو فلانة فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، علقه بالصفة. الآن العتق علقه بالصفة، قال إن خرجت فأنت حر، إن دخلت فأنت حر، إن كلمت، إن بعت، إلى آخره، فهو علق العتق بالصفة، فمتى وجدت الصفة فإنه يعتق. لكن أريد أسأل شيخ علي، لو قال إن فعلت كذا فأنت حر، لكن الرجل اللي قال الكلام هذا مرض ومات، وبعد شهر وكذا العتيق هذا أو الخاد العبد هذا فعل، هل يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق؟ شوف، لا بعيد عليك السؤال، يقول الشيخ بكى، يقول مصقولة ما انتبهت له، ويشير لك يقول لا. الآن عندنا محمد عنده رقيق، وقال لرقيقه إن فعلت كذا فأنت حر، كذا ما فعل، محمد مرض يومين ثلاثة وبعدين قدر الله عليه ومات، الرجال فعل، هل يقول أن الآن حر ولا لا؟ شيخ عبد الله يقول برأسه كذا، وأنت وش تقول يا شيخ علي؟ يا شيخ تتبعهم، تتبع إخوانك بأنه لا يعتق. التعليل لماذا يا بني؟ لماذا يا شيخ عبد الله؟ لأنه صار ملكا للورثة، لأنه صار ملكا لغيره، توارثوه وأصبح مالا لغيره، وانتقل المال منه إلى غيره، فليس من حقه أن يتصرف كما لو مثلا شاف إنسان هو رقيق عند الشيخ عبد الله وقلت له أنا مثلا إذا اشتريتك فأنت حر، أنا ما اشتريته، هل يمكن يعتق؟ هو ملك الشيخ عبد الله، وإنما الشيخ عبد الله هو الذي يعتقه. واضح؟ نعم. ويجوز تعليق العتق بصفة. بصفة، إن دخلت، إن خرجت، إن كلمت، إن سافرت، إن عملت، علقه بصفة،
فإذا وجدت الصفة عاتق. نعم. نحو قوله إن دخلت الدار فأنت حر، أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فجاز. والحر يكون غالبا سجاياه فاضلة وصفاته حميدة، لا ينهى عن الجادة ولا يبتعد عن الطريق السوي. وقلت غير مرة أعجبني بيت قاله أحد المشايخ رحمه الله حينما يقول والعبد حر من تخلقه، شيخ تركي، والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد، العبد حر من تخلقه والحر من شهواته عبد. هذا كان أحد المشايخ وألقى قصيدة أمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأمام الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم وعدد من المشايخ في نادي في الرياض، فأعجبوا بها فكبروا لها حينما قال والعبد حر من تخلقه والحر من شهواته عبد. وقلت بأني قبل يومين قرأت في سيرة لأحد العلماء وقد توفي عام 322 يقول العبد حر إذا قانع والحر عبد إذا طمع. نعم. لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير. كالتدبير، وش معنى التدبير يا شيخ بكاي؟ دبره، يعني قال أنت حر بعد وفاتي، أنت حر بعد وفاتي، يكون أنه علقه بصفة كالتدبير، والتدبير يكون بعد الوفاة. نعم أحسن. ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها، لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله. فلا يثبت قبله. كالجعل في الجعالة. كالجعل في الجعالة. كالجعل في الجعالة، إيش معناها يا بني؟ كالجعل في الجعالة، أوضح أوضح يا بني. كالجعل في الجعالة يحتاج تعديل شوي، يحتاج تعديل. لما ذكرنا الجعالة قلت أنا رحت للطائف ومريت الطائف وجيت أسواق وجيت مسجد العباس وكذا، لما جيت الهدى قبل ما أنزل خربت سيارتي كذا، بعدين جيت قالوا الأخوة من سيارك؟ قلت والله سيارتي تعطلت في الطائف. طيب وش الراي؟ الراي أقول أنا اللي يروح منكم ويجيبها أعطيه 100 ريال. راح الشيخ عبد الله، راح الشيخ علي، راح الشيخ محمد، الشيخ بكة، أي واحد يروح، يعني ما أجريت عقد، لأنه مثلا المسألة ليست بيع، البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، الإجارة عقد على منفعة، عقد معك على أن تعمل لي كذا وكذا، عقد معك على أن، لكن هذا جعالة، قلت من فعل كذا أعطيته كذا. فالسيارة الآن موجودة في الهدى أو عند الجبل أو نازل من الجبل، اللي يروح يجيبها له كذا وكذا، فأي واحد يفعل ذلك يستحق المبلغ. ولا يقول ولا أقول إني لم آمرك أو لم أتفق معك، وإنما يجب أن نجري مع قد، هذه هي الجعالة، أن يعلن الإنسان عن أمر أو شيئا لمن يفعل له كذا، وهذه الجعالة. وإن قال ذلك في مرض موته، ينبغي معرفة مثلا مثل هذه الأشياء، الجعالة هي عقد يعني مع أشخاص أو إعلان عن رغبتي في عمل يقوم به عدد من الأشخاص، ومن فعل ذلك استحق المبلغ. طيب لو قلنا الشفعة يا شيخ تركي، شيخ تركي الشفعة ما هي يا بني؟ نسأل عن الشفعة. أحسنت، الآن وصلنا التعريف. الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طيب وش نستد يعني علشان التعريف هذا يكون ضوابط ولا علينا مداخل، اللي تنتقل بغير عوض هل يستطيع الانتزاع ولا لا؟ يعني أنا وياك شركاء وأنا الأرض مثلا نقول 100 في 100، أنا لي 50% وأنت لي 50%، أنا رحت للأوقاف
وقلت عندي عرض مناسبة والحارة بحاجة إلى مسجد أبتبرع به المسجد، أبيكم تشوفون فعل خير ويبنيها المسجد. أنت شريك، هل تقدر تنتزعها؟ لماذا؟ لأنها بدون عوض، انتقلت بدون عوض، فلا يستحق الإنسان وكذلك لو أن إنسانا يعني خطب فتاة وطلب من والدها الزواج وقال إذا أعطيتها الأرض الفلانية تكون صداقا، فهذه انتقلت بغير عوض مالي. فالشفعة يعني تعريفها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ننتزعها بنفس المبلغ ولا بزود ولا بقل؟ بنفس المبلغ بدون زيادة ولا نقصان. أحسن. وإن قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث. إن قال ذلك في مرض موته، لأن الإنسان في حالة مرضه له أن يتصرف بالثلث ويوصي بالثلث، أما ما زاد فلا. يعني إذا لم يكن في مرض موته يمكن الإنسان أن يتبرع بجميع ماله، يمكن أن يعني يوقف جميع ما يملك، يمكن أن يتصرف كامل التصرفات، فهو حر إلا إذا أردنا أو رأينا أنه سفيه وسيفسد المال ويصرفه في غير موضعه، وإلا فإنه يتصرف. لكن مرض الموت له أن يتبرع بالثلث، له أن يعتق ما كان موازيا للثلث. الدليل على هذا سعد رضي الله عنه كان في مكة وكان مريض، وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره، فوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أنا عندي مال كثير وليس لي إلا بنية، ما عندي إلا بنية واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان أن يوصي بالثلث أو أقل من الثلث، أما الزيادة فلا. وسعد رضي الله عنه يقول ما عندي إلا بنية، ومد الله في عمره، راح وفتح القادسية وصار له صولات وجولات، وكان عنده 12 ولد وثمان بنات، فيسر الله له ذرية في آخر عمره. نعم. اعتبر من الثلث لأنه لو أعتقه اعتبر من الثلث، فإذا عقده كان أولى، فإن قال في الصحة فهو من رأس المال، سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض، لأنه غير متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. يعني إذا كان صحيح ما هو متهم، لأنه تصرف في ماله كيف شاء. لو أنفق جميع ما يملك من مال على جمعية خيرية أو على تحفيظ قرآن أو على جمعية بر أو على مستشفيات أو علاج مرضى، لو أنفق كل ما يملك ما من حق أحد يعترض مدام ماله. لكن إذا كان ما هو ماله أو خشينا أن يكون سفيها يبدد المال فيمكن الحجر عليه. نعم. وقال أبو بكر إن وجدت الصفة في المرض فهو من الثلث، لأن حق الورثة قد تعلق بالثلثين، لأن الرجل مريض. نعم. فلم ينفذ اعتاقه فيهما كما لو نجز العتق، وإن مات السيد قبل وجود الصفة بطلت. مات قبل إن فعلت فأنت حر. مات السيد، هذا سؤال الشيخ علي اللي سألنا الشيخ علي، مات قبل أن يفعل، فلو فعل ما عتق. لماذا؟ لأن المال انتقل من الشخص إلى الورثة. نعم. لأن ملكه يزول بموته فيبطل تصرفه بزواله. وإن قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، ففيه روايتان. وقلنا الكتاب غالبا كتابنا هذا يأتي بروايتين، فهو رحمه الله ابن قدامة ألف أربعة كتب كما قلنا، كتاب سماه العمدة للطلبة المبتدئين، وكتاب سماه المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم والسير فيه، والكتاب الثالث هو هذا الكافي لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا طويلا في المعرفة والاستذكار.
والرابع المغني، وهو من أوسع الكتب وأكثرها في يعني مسائل في الفقه الحنبلي، رحم الله الجميع وتولاهم وضاعف لهم الأجر والمثوبة. نعم. إحداهما لا تنعقد هذه الصفة، لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه، بعد لأنه إذا مات الإنسان زال ملكه. يعني لو جانا أولا مثلا من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بمقتضى التوارث. لكن لو جاء إنسان، جاء أحد الشيخ تركي وقال والله عندنا فلان ودنا نقسم تركته، وترك زوجه وترك مثلا أبو وام وأولاد وكذا، تقول مات؟ قال لا ما مات، لكنه في غيبوبة. ما مات لكن في غيبوبة، ما دام في غيبوبة بنقسم تركته. نقدر نقسم؟ لا، من الشرط أساسي تحقق موت المورث، والتحقق يكون بمشاهدة كذا أو استفاضة. بمشاهدة شفناه مات ورحنا وديناه العدل أو وديناه الشرائع ودفناه، أو استفاضة من صليت عليه اليوم قال والله صلينا على فلان قدم إلى رحمة، أنا ما شفته يوم أدرجوه في القبر أو أدرجوه في الكفن أنا ما شفته، أو إنسان في الرياض أو في المدينة أو كذا يعني انتشر به، فيحصل ذلك بالمشاهدة أو الاستفاضة، يعني يستفيض عند الناس إن فلان مات ولو لم نشاهده. نعم. لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم تصح، كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر. إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر، تستقيم العبارة؟ هو راح للسوق وباعه ب5000، وبعدين قال شفت ترى إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر، كيف؟ طيب اللي يعتق هو المالك الآن، انت باع واستلم الفلوس، فمثل هذا كلام لا قيمة له. أعد العبارة. كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك فأنت حر. نعم. والثانية تنعقد لأنه اعتاق بعد الموت فصح، كما لو قال أنت حر بعد موتي. فصل. وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل تبعها ولدها في ذلك، لأنه كعضو من أعضائها. بالحامل يعني حامل من رقيق، لكن حامل منه لا، ما تباع، مجرد ما تحمل وتلد ما فيه خلق إنسان تعتق من كل ماله. يسأل بعض الإخوان أمس قبل يومين يقول إذا كان مثلا واقعها سيدها وجابت ولد هل يكون مثل إخوانه اللي من المرأة الحرة؟ نقول نعم، هم سوا لا فرق بينهم، لكن إذا كانت إذا كان زوجها رقيقا فقال لها إن حملت فأنت طالق، يقوله السيد، إن حملت فأنت عتيقة أو فأنت حرة، فإنها هي وما في بطنها، لأن الحمل تبع لأمه حرية ورقة. نعم. فإن وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت عتق الولد، لأنه تابع في الصفة، فأشبه ما لو كان في البطن. وإن علق عتقها وهي حائل ثم وجدت الصفة وهي حامل عتقت هي حائل يعني غير حامل، ما في بطنها ولد. نعم. ثم وجدت الصفة وهي حامل عتقت هي وحملها، لأن العتق وجد فيها وهي حامل فتبعها ولدها كالعتق المطلق. وإن حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتق الولد، لأن الصفة لم تتعلق به. وفيه وجه آخر يتبعها قياسا على ولد المدبرة، وإن بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد،
لأنه إنما يتبعها في العتق لا في الصفة، فإذا لم توجد فيها لم توجد فيه، بخلاف ولد المدبرة فإنه يتبعها في التدبير، فإذا بطل فيها بقي فيه. فصل. وإذا علق العتق بصفة، وإذا علق العتق بصفة لم يملك إبطالها، لم يملك إبطالها بالقول، لأنه كالنذر ويملك ما يزيل النذر. لو قال إذا حصل كذا أبصم ثلاثة أيام، إذا حصل كذا أبتصدق، نقول يجب عليك في حصول ما ذكرت أن تفي بنذرك، لأن هذا من صفات المؤمنين، والله مدحهم بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع وغيره، فإن باعه ثم اشتراه فالصفة بحالها، لأن التعليق والصفة وجدا في ملكه، فعتق كما لو لم يزل الملك، فإن وجدت الصفة بعد زوال الملك ثم اشتراه فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان. وطالب العلم إذا قرأ ميز بين هذه وذاك، ويعمل بما فيه أو بما ترجح لديه وما فيه براعة الذمة، لأننا قلنا الكتاب ألف لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في المعرفة والبحث والاستذكار، ولو كان أحدهم قاضيا فحكم القاضي، عندنا قاعدة، حكم القاضي يرفع الخلاف، حتى لو كانت المسألة خلافية وحكم القاضي بخلاف ما هو مثلا ما نعرفه في المذهب أو كذا وبناه على أسس، فحكمه يرفع الخلاف ولا يجوز لنا نقضه إلا إذا خالف نصا ظاهرا من كتاب أو سنة أو إجماع، فإننا في هذا يعني نعيد النظر في حكم القاضي، وإلا فحكمه له مكانته وله يعني دور كبير في القبول. نعم. فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان، إحداهما لا تعود، لأنها انحلت بوجودها في ملك المشتري فلم تعد، كما لو انحلت بوجودها في ملكه. والثانية تعود، لأنه لم توجد الصفة التي يعتق بها، فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل وجود الصفة، ولأن الملك مقدر في الصفة، فكأنه قال إذا دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حر، ولم يوجد ذلك. فصل. وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي، عبد الزيد ولا العمر ولا البكر، يعني ما هو له، عبد أجنبي، نعم، إذا دخلت الدار فأنت حر، ثم ملكه، ثم ملكه ودخل الدار لم يعتق، لأنه لا يملك تنجيز العتق فلا يملك تعليقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق قبل ملك. نعم. لا عتق قبل ملك، رواه أبو داود الطيالسي. وإن قال إن ملكتك فأنت حر، أو إن ملكت فلانا فهو حر، ففيه روايتان، إحداهما لا يعتق لذلك، والثانية يعتق إذا ملكه، إذا ملكه، نعم، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه. وإن قال الحر كل مملوك أملكه فهو حر، ففيه روايتان لما ذكرنا، وإن قال ذلك العبد ثم عتق وملك فهل يعتق عليه؟ على وجهين. يكون مثل هذا كل مملوك أملكه فهو حر، يعني حصلت هذه في وقت يعني الدولة العباسية، لما حصل خلاف بين أبو جعفر المنصور وبين عمه عبد الله، وأراد أبو جعفر
أن يتسامح وأن يعود الصفاء بينه وبين عم عبد الله، إلا أن العم اشترط أن يكتب له وثيقة في الأمان، واشترط أن يكتب الأمان عبد الله بن المقفع، فكتب الأمان وهذا نص سطر واحد. ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته. يقال لما قرأ أبو جعفر الوثيقة هذه قال والله لأقطعن لسان من كتبها، لأنها يعني من الصعوبة بمكان. ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق، قد يكون عنده 4 حريم ثم بعد ذلك يتركهن ويجيب بعدهن 4 حثن. ودوابه حبس يعني وقف، لأن التحبيس بمعنى الوقف، والدواب الخيل وكذا، وعبيده أحرار، وأهم شيء والمسلمون في حل من بيعته. فهذا قد يكون يفعل الإنسان أنه يعد بشيء إن حصل فكذا، فمثل قال أي عبد أملكه فهو حر. نعم. أحدهما يعتق عليه كالحر، والثاني لا يعتق عليه، لأن العبد لا يملك فلا يصح منه التعليق، ولو قال الحر آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا بصحة التعليق، فمتى مات تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له، فإن أشكل الآخر منهم أقرع بينهم لإخراج الحر، وكذلك لو قال لأمته أول ولد تلدين فهو حر. جابت 2، ما ندري اليوم اللي نزل الأول ولا الثاني، هل سعد ولا مثلا زينب، فمثل هذا يقرع بينهم، والقرعة جائزة في الشريعة الإسلامية. أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت 2 أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجا. ونكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ونقرأ في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكنا في نسكه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ثم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نعود لكتابنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.